بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا طب البديل وتفسير الاحلام. باذن الله تعالى اليوم جايب لكم موضوع مختلف نهائيا، موضوع طبعا صعب انك انت تجده يعني بالشكل اللي راح اطرحه فيه انا، سواء كان على اليوتيوب او حتى على التلفاز، اللي هو طبعا السبب هذا او الحلقه اللي لدينا اليوم هي السبب وراء الامراض او وراء الامراض اللي لا تجد لها اي تفسير علمي. مثلا بتجد نفسك انك انت تعاني من الام في المعده، آلام في الرأس، آلام في الصدر، ارتفاع ضغط، ارتفاع سكري اللي هو ألزهايمر، أيضا الباركنسون. هناك كثير جدا من الأمراض اللي راح نذكرها اللي لها أول ما لهاش آخر مرتبطة بهذا السبب. لكن للأسف عندما تذهب أنت للدكتور وبتفحص، تعمل فحوصات تحاليل، فالأسف كل ما يمكن أنهم يخبروك به أنك أنت لا يوجد لديك أي شيء. كل ما يمكن أنهم يعطوه يشكوا فيه يعني أنه هو الأمر فقط، مثلا اللي هو وسواس أو مضادات، بيعطوك مضادات اكتئاب ومضادات قلق وتوتر، يعني أنه هو فقط وسواس. وهناك أيضا بعض الناس اللي عندما بتجدش تفسير علمي للموضوع فبتذهب بتأخذ المنحنى الخاص بأنه ممكن يكون سحر أو أداة من شيطان أو من جني أو شيء من هذا القبيل، بينما هو الموضوع ليه تفسير علمي. لكن حتى على الفكرة في الغرب ما بيعرفوش هذا الأمر، الأمر هذا معروف فقط في ألمانيا، يعني بيعرفوه فقط في ألمانيا ومن فترة راه قريبة، يعني مش من فترة كبيرة جدا. الموضوع اللي راح نتكلم عليه اللي هو ما يسمى ب تسمم المعادن الثقيلة. إذا بتسألني أنت ما هي المعادن الثقيلة اللي ممكن الإنسان بيتسمم بها، نقول لك مثلا اللي هو الرصاص، الزئبق، النيكل، الكاديوم، مثلا الحديد، حتى الحديد يمكن التسمم فيه. ايضا ممكن التسمم في حالات نادره جدا ان لما الكليه بتفشل، هذا فقط لو الكليه فشلت، اللي هو تسمم المغنيسيوم، ايضا تسمم الزنك. الناس هذه اللي عماله بتبلبع، عمال على بطال في المكملات الغذائيه، وايضا في اللي تكلمنا عليه مثلا اللي هو الفيتامينات اللي بتحتوي على الكثير جدا من المعادن، عماله بتاخذها يعني عمال على بطال، فهذه راه بتترسب في الجسم. وشوف، اريد اني انا اكلمك على شيء، المعادن الثقيلة، المعادن الثقيلة اللي راح نتكلم عليها اليوم، راه متى اللي مثلا مثل الزرنيخ هذا اللي موجود سواء كان في الأرز أو في الكحول أو في بعض الأشياء الأخرى، هذا الزرنيخ متى، أو حتى المعادن الثقيلة بشكل عام، متى ما دخل جسم الإنسان علميا لا يوجد أي شيء أنك أنت تخرجها به نهائيا، يعني متى ما دخلت خلاص ما بتعودش تخرج. وهذه ماذا بتسبب لك؟ بتسبب لك في أعراض متغيرة متنقلة ما يوجدش لها أي تفسير علمي، ولا حتى إذا ذهبت أنت عملت مثلا بعض ظنيتنا هو سحر وشيء من القبيل، فرح تضيع بعض والكثير جدا من السنوات، وفي النهاية مش راح تعرف أنت السبب العلمي الخاص بهذا الموضوع. أيضا الألمونيوم اللي الناس اللي هي مدمنة أن هي تشرب اللي هي العلب الموجود فيها المشروبات الغازية، أيضا المشروبات الغازية هي بتكون العلبة من الألمونيوم، وأيضا المادة الملونة للمشروبات الغازية بتكون أيضا موجود فيها الألمونيوم. أيضا المواد الحافظة للعصائر وأيضا للحليب هذه بيكون فيها اللي هو المعادن الثقيلة، هذا إذا نتكلم نحن عن مصادر المعادن الثقيلة. أيضا في أواني الطبخ، أيضا حتى التفلون هذه اللي ما بتلصقش راها بعد فترة بتتحول ل تفلونيك، هذا اللي بيسبب ما يسمى بسرطان البنكرياس. أيضا صبغات الشعر، أيضا الأكل المعلب، أواني الألمونيوم، الأدوية الطبية، المواد البلاستيكية، أغلب الحالات الأنيميا الآن موجودة راه عند الأطفال أو حتى عند الكبار، أغلبها يعني راح نتكلم بنسبة مثلا 90% من حالات الأنيميا راه هي فقط في حقيقة الأمر هي عبارة عن تسمم بالرصاص. ايضا الدول اللي بيوجد فيها الكثير جدا من الحروب، مثلا يعني الغازات او الحروب اللي هي البقايا او اللي بتنتشر، اللي هي الغازات اللي بتنتشر اثناء رمي القنابل والمتفجرات، هذه ايضا بتعمل على اللي هي التسمم. ايضا شوف التدخين، مزيلات العرق اللي بيعملوها تحت الإبط، هذه أكبر كارثة. أيضا الأخطر شيء، أخطر شيء، أخطر شيء اللي هو ملونات الحلويات اللي بيعملوا، يعني ملونات الحلويات هذه بتعتبر كارثة لها أول ما لهاش آخر، وأكبر تسمم بالمعادن الثقيلة بيأتي منها. وللعلم ما فيش أي وسيلة لأنك أنت تقي نفسك من مسألة اللي هي التسمم بالرصاص، لأن الرصاص راه موجود، شوف، أو الرصاص أو حتى المعادن الثقيلة بشكل عام، الرصاص خصوصا موجود يعني في الهواء،
موجود في التربة، موجود في الماء، إن هو بيأتي طبعا هو وبعض المعادن الأخرى بيأتي من جوف الأرض، سواء اللي أنت بتدوش به بيمتص الجلد أو حتى اللي أنت بتشربه، لأن ماذا المياه الجميع الموجودة في العالم راه بتعتبر مفلترة فلترة، إلا في الولايات المتحدة، واللي تمكنوا من هم يخلصوا نفسهم من المعادن الثقيلة في الولايات المتحدة اللي هي عن طريق تقطير وتكتيف المياه. الطريقة هذه طبعا تحتاج لميزانية ضخمة، لكن يمكن طبعا الإنسان هو يعملها في المنزل بشكل يعني سمول لنفسه، لكن هذه تحتاج لدرس آخر لأن العملية معقدة شوية، اللي هي عملية التكتيف والتقطير اللي درسناها في تانية ثانوي. المهم بالنسبة للمعادن الثقيلة بتسبب الكثير جدا من الأمراض، أشهر الأمراض اللي ممكن إن هي تسببها واللي غير معروفة أيضا علميا في الوطن العربي اللي هو مرض التوحد، اللي إن شاء الله الحلقة القادمة سوف أعطيك العلاج بإذن الله تعالى الخاص به. المهم مرض التوحد، لأن ماذا بيحدث؟ بيحدث فيه تسمم في على مستوى الجهاز العصبي من التصاق هذه السموم، سواء كان في المعدة بتسبب القولون وبتسبب اللي هو انتفاخ وغازات، أو بالنسبة لي الجهاز العصبي فهي بتلتصق وبتتركز في المخ، فيجب من هنا انك انت تقوم باللي هو تخليص المخ من السموم اللي مسبب التوحد عن طريق طبعا الاطفال الصغار، اللي هو بتحدث لهم ظاهره في بطن الام تسمى بوراثه الزئبق في رحم الام، اللي هو بيكون جسم الام مليء بالزئبق وبالتالي بيمتص الجنين بكميات عاليه جدا جدا. فاذا كان لديك اي طفل طبعا يوجد لديه التوحد، يستحسن انك انت تذهب وتقيس له المعادن الثقيله هذا اذا وجدت التحليل هذا في الوطن العربي. التحليل طبعا عن طريق البول وعن طريق الدم وعن طريق الشعر الثلاثة، لأن أحيانا أيضا حتى في حالات التوحد تجد أنه هو إما متسمم بالزئبق أو متسمم بمادة غريبة جدا ما نعرفش كيف وصلت، اللي هي نادرة، اللي هي اليورانيوم. اليورانيوم هذا يمكن أنك أنت تكشفه فقط راه عن طريق تحليل الشعر. كما هو أن أصلا هذه المعادن الثقيلة بيوجد فيها مثل الشحنة الكهربائية اللي تجعلها يعني بتلتصق في جدار الخلايا، وايضا بتلتصق في جدار الاوعيه الدمويه، من ما يسبب اما الانيميا او ضغط الدم. ايضا بالنسبه للزرنيخ راه مسؤول عن الجلطات في الكبد والكلى والطحال وايضا في المخ، ايضا اللي هو الامراض في المعده. هناك كثير جدا طبعا من الامراض اللي لها اول ما لهاش اخر وما لهاش اي تفسير علمي ناتجه عن تسمم المعادن الثقيله في جسم الانسان. فبالنسبة لي بالنسبة للعلاج فقط المكتشف في ألمانيا، واللي هو طبعا فعال بالفعل في مسألة اللي هو إزالة المعادن الثقيلة من جسم الإنسان، لكن راه يحتاج لفترة طويلة على حسب مقدار التسمم الموجود لديك، اللي هو عن طريق يعني علاج وريدي، عن طريق الحقن، عن طريق حقن مادة تسمى بالـ ADTA. هذه المادة بتعمل على أن هي تقوم بتخليص الجسم من المعادن الثقيلة. أما بالنسبة لشيء آخر يمكن أنا أعطيه ليك شخصيا، بيعمل على إزالة بشكل نهائي المعادن الثقيلة اللي بتكون مترسبة في جسم الإنسان. أولا يجب أنك أنت تعرف أن هذه المعادن الثقيلة بتخزن في الدهون يعني والشحوم الموجودة في جسم الإنسان، لذلك أول شيء راح تبدأ بالصيام، النقطة الأولى راح تبدأ بالصيام على الأقل يومين في الأسبوع. ثاني شيء راح تغير النظام الخاص بك إلى نظام اللي هو يعتبر يعني الطبخ بزيت الزيتون، الابتعاد عن المشروبات الغازية المعلبة أو الملونة، بتبتعد أيضا عن الحلويات اللي بيوجد عليها مثل طلاء، بتبتعد طبعا عن الاكل الغير صحي، ايضا راح تخفف من اكل السمك، لان زي ما قلنا بيوجد فيه خصوصا السمك اللي بيكون كبير بيوجد فيه الكميات كبيره جدا من الزئبق. بعد ذلك انك انت تعدل يعني الاكل الخاص بك والطبخ بزيت زيتون. بعد ذلك لدي طبعا عده اشياء بالفعل قادره على ان هي بفضل الله تعالى سبحان الله ان هي وظيفتها خلقها الله سبحانه وتعالى ان هي بتذهب مباشره بتدخل الجسم، بتأتي لتلك المعادن الثقيلة تقوم بسحبها وطرحها، إما عن طريق البراز، عن طريق النفس، عن طريق البول، عن طريق الجلد، عن طريق التعرق، المهم بتطرحها بشكل كامل. لكن قلنا يجب أنك أنت تقوم بالصيام وأيضا تقوم بالرياضة لحرق هذه الدهون ولكي تخرج تلك المعادن الثقيلة المترسبة في جسم الإنسان. المهم على بركة الله،
أولا يجب أنك أنت تأكل بشكل يعني خلال هذه الفترة تكثر من أكل البصل اللي هو الأخضر السيقان الطويل، البصل الأخضر أو حتى البصل العادي. أيضا بتكثر من اللي هو أكل الكرات إذا كان تستطيع، وأكل الثوم، يعني الثوم هذا يوميا، ما فيش يعني في أي، بتقوم بتقشيره وبتقطع رأس أو رأسين في كأس من المياه وتقوم بشربها. المهم يجب انك انت تقطع وتقشر، ويجب انه هو يكون الثوم البلدي الاحمر، ما يكونش الثوم الصيني اللي بيكون موجود هكذا فوق بعضه ولونه ابيض ناصع البياض، هذاك لا. المهم بعد ذلك بناتي للعشبه المعجزه، سبحان الله وتعالى، العشبه معجزه حقيقيه تقوم بسحب واستئصال، اللي هي المعادن الثقيله بشكل كامل، لكن راه يجب تشرب هذه العشبة على الأقل لمدة شهرين. تحت الشهرين مش راح تزال تلك المعادن، يعني اللي هي بتزيلها بالتدريج، اللي هي تقوم بغليها. مثلا بتأتي بحزمة اللي هي من الكزبرة، يجب ان هي تكون خضراء مثل هذه، تأتي بحزمة في اللي هو كأس كبير من ماء، تقوم بغلي الماء، بعد ذلك تضع فيه الكزبرة على نار طبعا هادئة لمدة 20 دقيقة. لما تبدأ في الفوران بتخليها لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك تطفئ لها النار. بعد ذلك المهم بتشرب هذا الكأس يوميا لمدة شهرين، بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة أنا أشرب باليد اليمنى، بس حاط الكاميرا جاية يعني بالعكس مثل المرآة، فنظهر أنني نشرب بالجهة اليسرى، فكثير جدا في عدة حلقات يظنني أنا أشرب باليد اليسرى. المهم بسم الله. المهم بتشرب يوميا هذا المشروب، يمكن تشربه يعني حتى مدى الحياة، فيش لي أي أضرار جانبية، بيعمل بالعكس على أنه هو لي كثير جدا من الفوائد لن أذكرها الآن، هي تنظيم غدد وغير ذلك. بعد ذلك بالإضافة لهذا المشروب راح تعمل أيضا، أو ممكن تستهلك حتى كسلطة كأوراق عادي جدا، يجب أنك تتاخذ يوميا أيضا معه مشروب اللي هو البقدونس لكي تنشط الكلى، لأن الكلى هي المسؤولة عن طرد وطرح هذه اللي هي المعادن الثقيلة لما بيسحبها عصير الكزبرة. يجب أنك أنت تأخذ البقدونس. أيضا يجب أنك أنت تأخذ البقلة أو الرجلة اللي هي العشبة هذه، يجب أنك أنت تأخذ مشروبها على الأقل مرتين في الأسبوع. بعد ذلك مرتين في الأسبوع بتأخذ عشبة الهندباء، انتبه جيدا، عشبة الهندباء، هذه عشبة الهندباء يجب أنك أنت تأخذها مرتين في الأسبوع، بتذهب للعطار هو بيعرفها أنت مش عارفها. أيضا ملعقة كبيرة من الهندباء في كأس مثل هذا، ابتغلاها لمدة 20 دقيقة على لهب طبعا بسيط، ممكن بتأتيك أيضا كعيدان. لما تصل مرحلة الفوران بتخليها لمدة 3 دقائق وبتطفع لها وبتشربها مرتين يوميا مع هذه العيلة، الكأس اللي بتاخده صباحا مثلا من الكزبرة، في مع صلاة العصر بتأخذ مثلا كأس من اللي هو اللي تكلمنا عليه البقدونس، وفي العشية يجب انك انت او قبل النوم يوميا يجب انك انت تأخذ عشبة تسمى بشوك الحليب، اذهب للعطار هو بيعرفها. ايضا ملعقة بتغلاها في كأس من الماء لمدة 20 دقيقة نفس الطريقة، هذه بتشربها يوميا لان مسؤولة عن، لان هو شوف هو ماذا بيحدث، هو السموم هذه كلها مسؤول عن تصفيتها وتنقيتها هو الكبد، فيجب انك انت تأتي بشيء يقوي الكبد، وايضا يقوم بمساعدة الكبد على هو انتاج خلايا اللي هي خلايا التصفية والفلتر لطرد هذه المعادن. هذه شوكة الحليب او الخرشوف هي المسؤولة الاولى عن هذا الموضوع. ايضا المكسرات بيوجد فيها اللي هو السيلينيوم، يعني المهم جدا لمسألة اللي هو مساعد الجسم في تنقية المعادن الثقيلة. ايضا زيت جوز الهند يمكن انك انت تطبخ به او تضيفه الى بعض الاكلات. ايضا يمكن انك انت تعمل يوميا عصير الليمون المهم جدا اللي هو مثلا نصف ليمونة في كأس ماء وبتشرب، هذا كله راح يساعدك في اللي هو تقصير المدة، مثلا من شهرين تذهب فقط في خلال مثلا 20 يوم او 15 يوم تنتهي يعني الموضوع هذا. ايضا مرق العظام مهم جدا انك انت تعمل خلال هذه الفترة اللي هو شوربة مرق العظام. ايضا براعم البروكلي بتساعد الكبد بشكل كبير جدا. بالنسبة للطحالب بالنسبة للمعادن الثقيلة اذا انت بتبحث عليها الان في الانترنت راح تجد هو السبرولينا، لكن هذه انا شخصيا لا انصح نهائيا انك انت تاخذها، لان بيقول لك لا هذه خالية من المعادن الثقيلة وبتساعد على ان هي تزال المعادن الثقيلة، لكن اذا رحت انت حللتها في المعمل راح تجد للاسف الشديد انها هي اصلا مليئة بالمعادن الثقيلة. في عشبة لكن
موجودة، هي طبعا غير موجودة في الوطن العربي، هي موجودة أنا لماذا لا أذكرها؟ لأن القناة بيشاهدوا فيها أيضا من أوروبا ومن أمريكا الجنوبية، اللي هي عشبة الشلايجيت. هذه العشبة مهمة جدا وقادرة على أن هي تقوم بإزالة المسألة هذه اللي هي المعادن الثقيلة. هذه راح تجدها الناس اللي عايشة في أوروبا، أو بتدخل حتى على الإيباي بتكتب أنت عشبة شلايجيت، بتظهر لك بعض المعلومات عليها، وبتستطيع أنك أنت تاخذها. يمكن تاخذ ما بين 100 إلى 500 ملي جرام. أيضا من الأشياء المهمة جدا 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 في إزالة اللي هي السموم، لأن سم الإنسان راه موجود تحت الجلد، مثل سم الكل يعني المواد السامة يعني بتكون موجودة تحت الجلد. لذلك الله سبحانه وتعالى والرسول في الحجامة، يجب أنك أنت تحتجم على الأقل مرتين، يجب أنك أنت تقوم بالاغتسال بالماء البارد. أيضا أهم شيء أهم شيء أهم شيء وجد اللي هو الطين. الطين يقوم بإزالة سمية السموم يعني من جسم الإنسان بشكل كبير جدا. الطين اللي هو ماذا يمكن أنك أنت تعمل، هي الجرة اللي بتكون من هذا النوع، ما تكونش مطلية طبعا بأي دهان، انتبه جيدا، تكون من هذا النوع. وأيضا يستحسن انك انت اذا حصلت مغناطيس صغير حجمه 5 سنتي بتضعه من هنا، ومغناطيس صغير بتضعه ايضا في الجزء هذا بيكون حجمه ايضا 5 سنتي، وبتخليه ويوميا بتستهلك يعني بتضعه من هنا وبتشيلها وبتشرب، وبعد ذلك تقوم طبعا بارجاعها من جديد. لماذا؟ لان المغناطيس يقوم بجذب الكثير جدا من المعادن اللي يقوم طبعا المياه بجذبها وغسل الجسم بشكل كامل من السموم، وبالتالي بيقوم بطرحها في البول. فهذه الطريقه راه مهمه جدا 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 في مسألة اللي هو مسألة إزالة طبعا المعادن الثقيلة. بس أريد التنويه الأخير يعني، أو التنويه اللي هو ما قبل الأخير. طبعا صاد عليك الحلقة الخاصة بالماء الممغنط اللي أنا سبق من قبل وشرحتها، إذا حاب أنك أنت تتعرف على فوائد هذا الماء وما هو أصلا القصة الخاصة به سوف تجدها أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. هناك وصفة تستطيع أنك أنت تعملها، بيعملوها في أوروبا، ناجحة جدا في مسألة اللي هو إزالة المعادن الثقيلة، اللي هي ملعقة صغيرة من مسحوق القمح، تنتبه جيدا، نصف كوب من الماء، نصف كوب من عصير التفاح يجب أنه يكون طبيعي، نصف كوب من عصير الكسبرة العضوية، أو يمكن أنك أنت تعملها نصف اللي هو مفروم، يعني بتعمل القطع هذه كمفروم يعني نصف، بعد ذلك بتضعها كامل في الخلاط وبتمزجها وبتحصل على مزيج متجانس تقوم بشربه. هذه أيضا بتستمر عليها ما بين أقل 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 شيء للتخلص من المعادن الثقيلة، هذا أقل شيء تحتاج إلى 42 يوم، بعد ذلك راح تتخلص من كل الأمراض اللي ممكن تخطر في بالك. هناك مرض السكري، الضغط، التوحد، هذه اللي ناتجة عن المعادن الثقيلة. بعد أنك أنت متى إذا شكيت لديك هذه الأمور أو ما وجدتش تفسير علمي ورحت حللت أنت المعادن الثقيلة وشفت كمية المعادن الثقيلة وجدتها مرتفعة عن الحد الطبيعي، راح تقوم بالعلاج عن طريق هذا الأمر. ايضا امراض المناعه الذاتيه، امراض المناعه الذاتيه هذه مسؤول اعلاها اللي هو كثره اكل اللي هو الاشياء اللي تحتوي على الزئبق، مثلا مثل السمك، او احيانا حتى بعض التسرب بيكون من مقياس الحراره بتضعف الاذن او تحت الابط بيكون في متسرب شوية بيعمل هذه المشكلة. بالنسبة للمثل الصدفية، الأكزيما، هناك كثير جدا من أمراض الثعلبة، أمراض المناعة الذاتية، هذه المسؤول عليها راه زيادة الزئبق. روح افحص الزئبق راح تجد أنه هو للأسف الشديد مرتفع لديك، وهذا هو السبب الرئيسي لأمراض المناعة الذاتية. يمكن أنك أنت تتخلص منها بكل سهولة. كشيء أخير ممكن تعمله بيساعدك، أنك أنت بتاخذ يوميا قطرة من العسل بتضعها في سرة البطل، لو عندك عسل بتعملها، لو ما عندكش مش مهم. المهم هذه هي الطريقة الوحيدة الطبيعية اللي تستطيع انت من خلالها انك انت تقوم بالتخلص من المعادن الثقيلة بشكل طبيعي، لان هذه المواد اللي انا اعطيتها ليك راه بتحتوي على شيء يسمى بالكالويدات، وايضا الالياف الغذائية اللي وظيفتها خلقها الله سبحانه وتعالى. ايضا الكرفس، ياك انك انت تنسى الكرفس، عصير الكرفس يجب انك انت تستهلك خلال هذه الفترة على الاقل يوم ايه ويوم لا. هذه وظيفتها ان هي تقوم بسحب، الله هيك خلقها، ان هي تقوم بسحب ترسب المعادن الثقيله اللي لا يوجد علاج حاليا غير العلاج اللي كلمتك عليه الوريدي الخاص ب اللي هو سحبها يعني من جسم الانسان. المهم
هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل أريحية. لديكم أي مشكلة أي استفسار كلمني، ما تنساش الصيام والرياضة للتخلص من المعادن الثقيلة اللي بتكون لابدة أو تكون متخبية في الشحوم. المهم كان هذا هو الموضوع بكل اختصار. الآن انظر اسفل هذا الفيديو تجد كلمة اشتراك أو سبسكرايب باللون الأحمر، قم بالنقر عليها، وتجد لايك ايضا قم بالنقر عليها، تجد جرس صغير فعله وحطه على كل الفيديوهات لكي يصلك جديد مواضيعنا. تنزل اسفل هذا الفيديو تجد اد كومنت، قم بكتابة المشكلة التي لديك او الاستفسار وان شاء الله، واعطي على كومنت او نشر وسوف اقوم بالنشر رد عليك من خلال هذه القناة. يمكنك الدخول ايضا على القناة او النظر في تفاصيل الفيديو، راح تجد كثير جدا من الفيديوهات المهمة. ممكن هذا هو الموضوع. سلام.